الفنان الله الله لكن شوف المرور بالجمال والابداع الحاضر من جوناثان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا تصويبة سفيان ولكل فعل ردة فعل أجد سفيان يلعب لك كرة عالية لكن حارس المرمى كرة تلعب الآن خطيرة 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 الله الله على حارس مرمى نادي العربية تصدى للكرة الماضية المرة الأولى والمرة سيل إبراهيمي عايز يحط خريطة الطريق للمرور وتخطي كل هذه الخطوط هتخدي على ده لعيب الله 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 هو ده الكلام هو ده الكلام ياسين وخالد مفتاح ثلاث لاعبين في لعبة واحدة بص يا جماعة ضربوا الثلاثة في لعبة واحدة وفي النهاية حارس المرمى يبدع ويتألق وفي احداث هذا اللقاء Hey yo bro تحرك جميل وهدف ثاني يضيع هدف ثاني يضيع وساطع متابعي قنوات الكاس اينما كنتم نتيجة سلبية حتى اللحظة لكن قد تتغير قد تتغير لين التعامل مع محمد مدثر او استطيع بان احمد تمريرة لكن بعيدة تماما التصويبة الله جابها 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 وكيف جابها افتكرناها بعيدة والسرعة اللي كانت حاضرة من اسماعيل والتصويبة بالقدم اللي اجل ان يعود لهذه المباراة وقد ينجح في ذلك لدينا انظروا الى هذا الارتقاء الى هذا الجنب الجميل من جانب الساطع قدم 2-0 لأم صلاح ممكن يخلص أم صلاح ممكن يخلص يا الله على ما هي عليه هدفين مقابل لا شيء إلى الآن 2-0 وأفرز كرة وأهم الحين من الناحية اليسرى خروج حارس المرمى الله على الليبروب الله على المدافع الخام لرفع بطولة جديدة تكون باسم النادي العربي نعم الفريق الذي غاب لسنوات طويلة منسى مرة أخرى ساطع على دفعته منسى هذه المرة لدى ساطع الدفاعي تبعد الكرة محمد عصام اللي مصلحتي ادميلسون يسدد ولكن يوخان بولي تبعد من امامه لكن خطورتها قائمة والكرة سهلة الكرة سهلة وصلت عند الى التمريرة الكرة ما زالت والتسديدة لكن الكرة سهلة حضر مين ولا مستمرة للرهيب للريان عرضية والكرة عند حارس المرمى الكرة عامل فهد الكرة تعود مرة أخرى راسية لكن حارس المرمى مات اليسرى حمودان يتقدم قدما قوية حمودان كرة لكن حارس وصلت الآن لصالح السيلية كرة يا لها من لحظة يا لها من لحظة ستيب باي ستيب هذا اللي يبحث عنه نادي الغرافة لكن الخطأ 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 سفيان لكن ساطع عبد الناصر الله على ساطع التصويب المباشر الكرة ترسل راسية لكن حارس المرمى حارس المرمى ساطع عبد الناصر ينجدون داخل منطقة والحديث عن تياغو لدينا كرة الآن في الجهة اليمين عرضية لكنها تبعد من الدفاع أو مونيسيا كرة ملعوبة عالية عرضية نعم عرضية خطيرة يا كوتشي خطيرة يا كوتشي حتى كانت سباستيان سوريا وحمد الحربوي هنا تنزيل مرور لصالح نادي مصال كرة تلعب ولكن تصل سهلة إلى حارس المرمى ولكن حارس المرمى يتصدى للكرة الماضية
حابسين هناك مع الغرافه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ولد؟ لا 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 طب وبعدين 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 وبعدين. ايوه الساحه. محمد صلاح عنده هدفين كان سجلهم في الدور لكنه نقطع الاحتياطي. وادي ساطع في توقيت مناسب يتدخل ياسين ابراهيمي. ياسين ابراهيمي على غير العاده يعني يتخلص. يلعب الكرة العرضية لكنها خاطئة من اسماعيل. الكرة العرضية وصلت إلى حارس مرمى النادي العربي ساطع العباسي لمصلحة آل حيل. لم يتبقى إلا ثواني قليلة على نهاية أحداث الآن إلى ركنية لصالح الريان لكن الأول لدينا الكرة الآن عادت السينية يريد الخلل. واضح وواضح وضوح الشمس بكل تأكيد من خلال طبعا الدقائق. أو موريسي كرة ملعوبة لكن حارس المرمى ساطع. Metnon sud. Metnon sud.